مرحبا بكم في قناتنا وفي قصة اختفاء غامض جديدة. اليوم سنتحدث عن قصة الطالبة ليا روبرتس. ليا روبرتس طالبة ذات 23 ربيعا، كانت تعيش هي وقطتها الأليفة معا، لكنها قررت في آذار مارس 2000 أن تقوم برحلة، فحملت كل أمتعتها وقطتها، لكنها لم تخبر أحدا بهذا القرار. وقد تم اكتشاف سيارتها متروكة على قارعة طريق كابي في مقاطعة واتكوم بواشنطن. وعلى الرغم من خطورة الحادث الذي تعرض له سيارة ليا حيث ارتطمت بأحد الجسور، فإنه لم يعثر على أي آثار للدماء، وقد تناثرت جميع أغراضها في مكان الحادث دون أي أثر لجثتها قطتها. وبعد أسبوع تلقت الشرطة مكالمة من رجل ادعى أنه رأى امرأة تتطابق مع أوصاف ليا روبرتس في محطة بنزين على بعد عدة كيلومترات من موقع الحادث، ثم أنهى المكالمة قبل إعطاء مزيد من التفاصيل. ولذلك ظلت قضية ليا غامضة إلى يومنا هذا. دمتم في أمان الله، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا. إلى اللقاء.